لا يمكن للزائر إلى مدينة الرباط أن يمر بها من دون أن يزور قصبة لدايع، فهذه المعلمة التاريخية تختزل قرونا طويلة من تاريخ المغرب، والتي تحمل الكثير من بصمات الحضارة الأندلسية. وتوجد أيضا داخل قصبة لدايا أزقة ودروب لأسماء عائلات موريسكية بعد تهجيرها من الأندلس عقب سقوط غرناطة، وأيضا توجد الحديقة الأندلسية. تعد الحديقة الأندلسية فضاءً تتيح للزائر أن يتمتع بطبيعة خلابة، ومدرسة حقيقية للطلاب في أن يتعرفوا على حضارة تلك الفترة. يشرح الأستاذ عبد اللطيف للطلبة تاريخ الحضارة الأندلسية والحديقة الخلابة التي تحمل إرثاً عريقاً منذ قرون. شنو المعلومات ديالك حول هذه الحديقة الأندلسية؟ تعتبر هذه الحديقة من أهم وأشهر الحدائق التي تتميز بالفن المعماري الهندسي الأندلسي الذي أضافه الأندلس عند إقامتهم بالمغرب، وقد خضعت هذه الحديقة إلى معايير هندسية خاصة ودقيقة، وتعتبر كذلك من المعالم التاريخية. تنتواجدوا في الرباط، فعندنا مجموعة من المعالم التاريخية من بينها هذه القصبة ديال لودايا اللي جاوا معنا التلاميذ باش يتعرفوا على التاريخ ديال البلاد ديالنا، ويتعرفوا على الحديقة الأندلسية اللي حنا تنتواجدوا فيها الآن، اللي هي واحد الحديقة متميزة اللي اليوم كيف في الزيارة تعرفنا على مجموعة من المعلومات، واللي التلاميذ هما شاركونا مجموعة من المعلومات. حنا اليوم خرجنا في خرجة مع المؤسسة ديالنا باش ناخذوا معلومات ونستافدوا منها، جينا هنا للحديقة الأندلسية. أنا عجبني الحال ملي المدرسة دارت لنا خرجة باش نتعرفوا على المكان أكثر، وكذلك استمتعت بهاد المناظر الزوينة، ودائما تنفتخر بالتراث المغربي تاعنا، وأنا جيت هنايا باش نزيد نتعرف ونقوي المعرفة تاعي. هنا كان يلتقي الشعراء ويتداول فيه أهل النخبة الرأي حول ما يقع في البلاد من أحداث. يتميز المكان بمناخ متوسطي معتدل طوال السنة، ما سمح للأندلسيين القيام بزراعة مختلفة. يعيد فضاء الحديقة الأندلسية الزائر إلى زمن الأندلس الجميل والذي قرأ عنه في كتب التاريخ، وبين أحضان الطبيعة يستمتع بجمالية النافورة والأحواض المائية وألوان الطبيعة والنباتات بمختلف أشكالها. كانت ولا تزال الحديقة الأندلسية مشتلاً يضم نباتات مختلفة ومتنوعة، استخدم الأندلسيون بعضاً منها من بلدان مختلفة. فالحدائق الأندلسية كانت تمتاز بواحد ثلاثة ديال النقاط. أولاً أنها كانت محج للقاءات بعض المفكرين كتاب وشعراء، وتضارب هنا بعض الأفكار هنايا. ثم كذلك النقطة اللي كانت كتعتمد الثقافة الأندلسية هو المناخ، بحيث أن الرباط المناخ ديالو كان قريب للمناخ اللي كاين في الأندلس. ثم كثرة المياه، أن الثروة المائية كانت من الثقافة الأندلسية، فإلا لاحظتوا في أن الحديقة ديال الحديقة الأندلسية كاين فيها مصبات مجاري مياه، هذا كله كان تخطيط من الفن المعماري الأندلسي.
هنا كيبان بين الوجود الاندلسي والاسباني في الرباط بالضبط، لان حنا كنهضروا على قصبه الوداية، عنده تاريخ وتاريخ عريق. ما ننساوش كذلك بان هذه الحديقه عرفت في القرن العشرين واحد الاجتهاد من طرف مصمم الحدائق ديال المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوتي جون كلود فوريسي، اللي كان دخل مجموعه ديال التعديلات على هذا على هذا على هذا المكان اللي انتم كتشوفوا الان بواحد الجماليه وواحد الرونق، لان الزائر على الرباط ما يمكنش يجي الرباط بلا ما يزور هذه القصبه وبالضبط هذه الحديقه الاندلسيه. ابواب الحديقه الاندلسيه مفتوحه امام الزائر، فالمتعه المشتركه بالمكان تجعل من المكان نفسه ينبض بالحياة وإن كان عمره عدة قرون. إكرام الأزرق، قناة الغد من العاصمة المغربية الرباط.